بالنسبه لي سيفيتا السيد املاح الحسين هذا فجاح. بالنسبه نهار اللقايه مانيني قلت لك الفلاحه سقادي اثنين تقنيون بالنسبه للسورن الزيتون التاسيس التعاونيات من الحوايج اللي خصنا السن التعاونيه الزيتون من ترقى في المرض الزيتون من تعالى نفتح لي الزيتون الشمسة ويطيروا اللي خمس شمسة يهرج لك شي حاجة نهار اللقاء قال دابا الصدعة اللي فتح انت في السيورن هذا وصل الراين سن التقنيون ديوسين نهار زي الفلاحة زي بركان. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكر لك النوخ في الحضور نوم كاعلاميين نهار ترتأى جمعيه انوار للثقافه والتنميه اتجيجن يوم دراسي يفجح بصفه عامه وخاصه خزيتون لان شي ما مش من المنطقه النقل الشجره الوحيده يعني مش الشجره الوحيده ولكن الشجره الاكثر نجاحا عند المنطقه النقل الزيتون. نحاول ما امكن ناس نكشوت المعلومات خزيتون خر هراشات نسم دواوات تحلاجه مرميروق انت الساوكت يعني المواد الاسمده يتحلاجه وتغاث ناجح في الحقيقه حضاني جن عادي في الجاحن نحاول ما نسد عادي في الجاحن يعني غايت جا غايت جا فيها مهن الزيتون دي قبيله النقل بن طيب وفعلا حضان تغا الحضور الصباحي في الجاحن وتصي في الجاحن يحضان تغا خلينا نجي حصه ثانيه تاسيس تعاوني ولكن اجليت ان شاء الله اسبوع يعني اثنين اسابيع نحاول ندرج عاوتاني انا بتاسيس تعاوني خاصه تعاوني الفلاحيه هذا حضان ثانيا الشباب في الجاحن مره وذمنا ويا نشكرك مره اخرى حضورنا.